تبقى على خير يا عباس. خامد كيما هذاك يفرقنا قبل ما توصل لداركم يكون مات نقتلو. عجبتك الحالة اللي وصلتنا ليها غير الهم اللي يجيني منك. أنا حاوزت غير ناصر وعباس راح وحده. حاوزت الناصر يا واحد الجايح، عن بالك عباس يقعد يا أخي هو اللي جابه. ضربني يا بابا ضربني وقدام مراه طيح قدري. واش راحني في قدرك؟ الملك تاعي قارح. روح تصيب واحد كيما الناصر ولا عباس، ها؟ يخدموا كي الفراد، ها؟ خليني ما تكسرش راسك. هذه سهلة، راني بديت نحوس ونلقى خير منهم. تصبنا الناج، ها؟ تلقى واحد يقول لك نحرث لك كاع الأرض نتاعك، ها؟ قل لي. حبيتني نسكت له باش يطلع فوق راسي. قلت لك ضربني يا بابا. إيه تسكت له وتطلب منه السمع، فهمت؟ شحال من خطرة قلت لك حكم طرف طريق ومشي فيه. ما كاش حتى واحد. خلاص يلا نروحوا نستناو شويه بالك يجي. خلاص خلاص دوك يشوفونا الناس و ايا خلاص. هاوجا قلت لك يجي. صباح الخير. صباح الخير. حبيت تكسح. عشرين سنة ملي جينا لهاد الدشرة مازلنا برانيين. ما فهمتكمش لا انت لا يما. ما تحوس تفهم. كيفاش ما نحوسش نفهم؟ يجي نهار وين تفهم كلش. علاش دير لي هكذا بابا؟ علاه كل ما نسقسيك كل ما نسقسيك يا بابا تقول لي ما تحوسش تفهم. ودرك كي انت كي يما عمركم ما قلتوا لي الصح. قول لي كيفاش ندير يا بابا. قول لي كيف كيف كي يما كي انت ما حبيتوش تقولوا لي منين جينا. ما عندي لا خوالي لا عمومي. شفت فيك الرجله ونفهمها. كمل. الورده اللي مديت لي
الكلام تاعك مع الدراري، النظره تاعك، هذا الشيء كامل خليك تكبر بزاف في عينيا. كمل. جاب لي ربي هذا الخط، نعرفه، شفته من قبل. شكون بعثها لك؟ وحده تاع دشرتان. وحده تاع دشره تاعكم؟ اتمسخر بيا، قلت لك هذا الخط نعرفه. لا لا، قلت لك هذا الخط تاع وحده تاع دشره تاعهم. هذا الخط تاع وحده، تاع وحده الشيخه تخدم معايا، واسمها حوريه. السلام. ما صبش طريقه باش نشكرك من غير هذه البريه. نشكرك على وقفتك معايا وسلكتني بين يدين اللي ما عندوش اصل. من الورده اللي قدمتها لي، الكلام مع الاطفال، للنظره تاعك تاني، هذا الشيء كل كبرك بزاف في عينيا. شفت فيك الرجوله، النيف وظرافه. لو كان شفت هكذا ما نحتمك باش تقعد. هذا الزهر اللي عندك ما نعرف منين شريته. كمل كمل. وانت روح برح بها في القهوه. اجامي، هذيك ماشي كيما القصه تاع هذاك شباده، هذا السر لازم يتخبى. جبت هذاك تاني، انساه خير. عندك الحق، راحتنا كاع لا كونسونطراسيون. كمل كمل. في الحقيقه انا ما درت غير واجبي. الرجل اللي ما يغرش على مرأة اللي طربت معاها الأرض والعرض، عنده خلل في الرجولة تاعه. وهذا الشيء اللي تربيت عليه في الدشرة وين زدت وكبرت. والنظرة تاعك لهذا الشيء ممكن أعطيتها بعد واحد آخر، مخالف لنظرة الإنسان العادي. وهذا راجع لكونك معلمة. بالمناسبة، حتى أنا معلم، كنت نقري في الزاوية وين كنت نسكن. معلم؟ وعلى هذه تتلاقى النظرات تاعنا، وممكن لبزاف حوايج في هذه الدنيا. الإنسان مهما كان ما يقدرش يخبي الأحاسيس تاعه. وعلى هذه حتى أنا شفت فيك الحياة، الظرافة، التربية والذكاء كذلك. وهذا من خلال نظرتك للحياة. هاك بابا، كل شهر داخل. صحيت بنتي، حطيه هذا. على واش راك تحوس؟ وين نحوس على الكرتوشات، ما شتيهمش. بابا، ياك تحطيتهم مع السبطة، نسيت. صح يا بنتي، هذه ما توليت ننسى بزاف. معليش. هاي الماكلة تاعك. صحيت. حورية، جيبي لي مكحلة لها يا شيخ. معليش. يا راجل، ما حبيتش تقول لي واش بيك، ولا راك مقلق؟ ما بيا والو، انت يا برك اللي راكي تحسي هكذا. راجلي وانا عارفك ما كنتش هكذا، تخبي عليا. قلت لك ما كاين والو. وهذا السكت اللي راك فيه ونسينا راك تنسى بزاف حوايج، راك جاي بخبار ولا مازال راك تخمم في وليد صاحبك شهيد؟ ياك انت واجبك درتو. والمكحلة؟ اي عند ماني. عند مانك؟ روح تشوف، هاي في السطيحة.
بقى على خير. واش راكي ديري بالبوك حلايا يما؟ راني نصيد في الحبال. حبسي خاطر ما نحبيش تديني معاك الغابة كي تصيد. أرى المكحل راك. انتي يا يما نديك للحج الى بهاربي ماشي للغابه. ان شاء الله يا ربي، هذا واش راني متمنيه من ربي، ان شاء الله ما نموت حتى نزور هذاك المكان. انا اللي نجي معاك يما شبحه. لا لا انت غير قعدي، وين راكي؟ دي معايا حوريه، هي اللي قاريه تعلمني كيف نحج. على خير. بسلامه وليدي، الله يرضى عليك ان شاء الله، روح ربي معك طريق سلامه. هذه بيعه، باعونا الحركه، ما نقدروش نقبلوا العدو. المهمه اللي تكلفنا بها ماشي هذه، لازم يبقاو ثلاثه يحميو ظهورنا كي نسحبو. ربح، عمر، سلم، عثمان. ربح، عمر، يا عثمان عود. أوكي. ربح، عمر، عثمان، انتم اللي تقعدوا. لا لا يا أكلي، ماشي وقت الأوامر، ماشي انت اللي تخير. أنا مقعد، أنا تاني نقعد. موسلي ذبحنا. سيلونس. يا عثمان يا عثمان يا عثمان، موس واحد اللي يذبحنا، مازلت تعود فيها حتى لدرك. خلاص يا حكيم رحت. هيا ليكيب يا حم والديكم، سي فو بلي سي فو بلي سي فو بلي، كملونا هذا الفلاج، حبيتوا تمرضوني، ما بقاناش بزاف لا جينيرال. هيا هيا. كاين واحد الراجل اللي حوس على باسو نصر. قول له درك يجيو، كملوا برك الفلاج هذا. هيا صح. هيا نكملوا من لا ريبليك تاعك عثمان. موس واحد اللي يذبحنا هكذا. موس واحد اللي يذبحنا. لا سويت. بارك الله فيكم على الشجاعة تاعكم. الله أكبر. تحية الجزائر. تحية الجزائر. تحية الجزائر. تحية. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم على الشجاعة لكم. Allez les enfants, faut sortir doucement, hein? Et surtout, n'oubliez pas vos devoirs. كيفاش قريتي البرية؟ عندك الزهر. نسقسي فيك إذا قريتيها وانت تهضري لي على الزهر. ماشي عليا اللي تخبي يا حورية. قريتيها إيه ولا لا؟ لا إيه قريتها ثلاث مرات. وعجبتك شوية؟ إلا راح لك هذا الراجل غير ما تزيديش تخمي على الزواج. هكذا كي تشوفي صفات الملاح كامل عنده. أون بليس لي رومانتيك. ما ثاني بلي هكذا. ايه دوكا الى قبل دب القسم. دنا البنت بالقسم. قتل واحد شماته. واحد كيما هذاك يدنا البنت الراجل. بلي ما غير نقتلو. نولو بصح بالشرط. ما نولوش خلاص طاح القدر. علاه عباس ولدي ولو والشرط واش هو لكم؟ جبت لكم الراجل كي لويس، واحد كيما وليدك يخسر له الهضره. نولو يا عباس على وجه الدبوكاسي بصح كيما تفاهمنا بالشرط. قلت لك ما نولوش خلاص. الشرط واش حبيتو؟
نعل الشيطان يا عباس، ماشي دارها وليدو يخلصها هو. الشرط واش حبيتو؟ كي عاد هكذا إما لازم يجي هو يطلب السماح من ناصر. يجي يجي غير كون متهني. لا 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 ما كان له يجي، قل له برك ما يزيدش يدور وين نخدمو حنايا. خلاص من اليوم ما يزيدش يدخل الفيرما. قلت لك ما نولوش. صح انت راسك يابس. والله ما عطاني قلبي نخليك بلا خدمه يا خويا عباس. وزيد تاني دب وقاسي ما درنا والو. كامل راه تا وحده وكان تلاقى في طريقي ضربوا للراس. هاك صباح الخير. هاي جات البراءة. براءة؟ عن من نراك البراءة؟ من بعد نفهم. صباح الخير عليكم، كي راكم؟ لاباس؟ راكم ملاح؟ وحشتك عمي. صح توحشناك. أنا تاني توحشتك عمو. أنا تاني توحشتكم. مالا نعطي لكم شوية حلوة. هاكي. هاكي انت يا تانية الشاطرة. صح عمي ناصر. هيا بقوا على خير، ربي يحفظكم ان شاء الله. ديك الحق قد المولود، كلام صواب اللي قلته. لو كان غير اللجان تاع دوك يفهموا الكلام اللي نقولوا فيه. الله يهديهم. امين. هذا واش نقول له؟ او بطب القسم قد المولود. مش عوايد هو، كل حال هاني وصيته باش يحك يجيبوا على تيم شرطه هذيك. ماشي على الشهاده اللي نسحقوه. على مش تسحقوه مال. شعبان طلب حرية لوليدو عبد الرحمن. وانت واش قتلو؟ ايه واش قتلو؟ قتلو عطيني وقت باش نخمم. ما عندك ما تخمم. الولد كي لويز ما عندي ما نقول فيه. وزيد تاع سعدنا لو كان تكون حنيفة عجوزة بنتنا غير قولهم مرحبا بكم. والوعد اللي عطيته لسالم الله يرحمه؟ انت درت اللي عليك واكثر. لو كان ما تلقاش وليده بنتنا تقعد تبور. شحال من واحد جا خطبها طلب يدها ورديته، وش حبيت يقولوا علينا الناس؟ والله ما على بالي واش نخمم، حرت واش ندير. دار شعبان ما عندهم ما يخصهم، وعبد الرحمن نعرفه من اللي كان صغير قاري فاهم وشاط الله يبارك. ما على باليش ملي طلب حورية وانا نتهرب منه باش ما نجاوبوش. يا رجل اخزي الشيطان، ثبت عقلك شوف الحاجة اللي تصلح لنا تصلح المستقبل بنتنا. وزيد يماك حبيت تحضر لزواجها، ربي يطول في عمرها، بصح هذه دنيا. حورية زعما يعجبها الولد؟ حورية كيفاش ما يعجبهاش؟ الولد بنات الدشرة كامل يتمناو وكان يدقدق في بابهم.
حورية خليها عليا أنا ندبر راسي معاه. ما تنساش قول للراجل وقتاش يجيو باش نوجد روحي، كاين قاطو ندير وكاين بزاف صوالح نديرهم ياك. إذا عجبتك كاع هادشي واش راك تستنى تروح دقدق باب دارهم؟ خفت ما يعطيها ليش باباها، راك تشوف في حالتي. واش خصك؟ قاري فاهم وليد فاميليا وخدام، إلى على الدار أكري بيد ما تبني. أصدم راني هنا نعاونك. ما نساش خيرك يا خويا عباس، فتحت لي كاع البيبان. اليوم عليا وغدوة عليك، الصحبة مبنية على هاد الشي. وشنو لازم في أقرب وقت بنت داب القاسم أي واحد يتمناها للزواج. ما نخبيش عليك حشمت نقصد باباها. هاي ولينا الهضرة الأولى، ندبر عليك. روح لدار المولود يعزك بزاف هو يفريها لك. ما فكرتش فيها هادي، صح غير دار المولود اللي يقدر يفريها لي. بصح لازم تسمع هي، لازم نعرف رايها، ماشي محال هي ما رايش كاع في بالها. هاد الهضره غير نساها، قالت لك كل شيء في البريه واش راك تحوش تشوف رايها. هكذا. سمح لي دار المولود. سمح عمرك عمرك ما تكمل الكلمه نتايا. الخير الضوء الخير ابو الخشم. السلام عليكم الدرب. عليكم السلام ورحمه البركه، على سلامتك. وين غرست هكذا راسك يا سيد؟ وعلى هاد الدلمه؟ الرجل من الصباح هو يحوس عليه. وشكون هذا اللي راه يحوس عليا؟ شديته بالهضره حكيت له كامل الحكايات نتاع بكري وانت الاخبار. خذوك تقول لي شكون سقس عليا. شعبان سنك سنك حتى نعيا راح قال لي رحت للجزائر. ما قال لك شي لا يبطا؟ قال لك شي ما تبارك على كل حال، يروح عند بنته وما عاد يروح عند الكوميرسون تاعنا التجار باش يجمع شويه دراهم من هاد التمشرط. مليح هاي مليح، بصح لا انت تن تحك جيبك عند القاسم. كون متهني يا دالمول، حتى انا نمد واش كتب ربي. انا سقسيته ايه قلت له شعبان علاش راك تحوس على بالقاسم؟ قال لي حتى هو لازم يفهم روحه يحك جيبه. لو كان يعطوها لي نروح ديريكت نجيب يما اختي وخويا ابراهيم يخطبوها لي. ما على باليش علاش تقول لو كان يعطوها لي، علاه واش يخصك؟ راني نحس بواحد الفرحه يا عباس قلبي ونشرح كلي راني نطير في السماء. ربي يخرجك في اللي بغاه قلبك يا الناصر يا خويا، تستاهل كل خير. يسعد هالمره اللي تديك. تاني تستاهل كتر يا خويا عباس. الشيخ صالح اللي قرا لي الفاتحه تاع البركه، الشيخ اللي قراني وعلى بالي يكون فرحان بزاف. ان شاء الله. وما تنساش غدوه نروحوا نشوفوا الدار المولود. ان شاء الله. هي. طفي لي الشمعة هذيك أو راح الحال. عليه بصح حورية لازم تعرف. ارقد
الخير عمي مرزوق، لاباس؟ الحمد لله. الخير عمي مرزوق. يويو. مساء الخير عمي يويو. الخير دا المولود. أخير على سلامتكم. صحتك لاباس؟ واش راك عباس بخير؟ الحمد لله يا ربي. الحمد لله. بخير دا المولود. انصر حبيبي واش راك؟ الحمد لله. ربي يهنيك ويبارك فيك. شفت يا خويا دا المولود دائما شاطر. الله يبارك لك. ربي يبارك فيكم انتم تانا علشان جاونا المصغر واش نقول لك؟ ما عندي ما نقول. ربي يخليك دا المولود، ربي يخليك لينا. الله يعزك. انا نروح نشرب قهوة. كيش ما نجيب لكم؟ لا لا ربي يبارك فيك، وجهك خير. الله يخليكم. هيا. بقاو على خير. ربي يسهل وليدي، ربي يسهل. كيفاش دار المولد لاباس؟ بخير يا خويا، مرة على مرة تجي زورنا. واش بيك هكذا؟ ان شاء الله ان شاء الله. والخدمة ماشية لاباس؟ الحمد لله، والله غير الحمد لله يا دار المولد. ربي يبقي الستر الحمد لله. الحمد لله. دار المولد. نعم. راني نحتاجك. معليش يا وليدي، ريح ريح، اقعد، الحانوت حانوتك. ومن بعد انت ما دبي ما طرحش كامله منا، روح جيب البنك طوري، روح جيبها. ربي يعزك دا المولود، ربي يعزك. ربي يهنيك. بصحة انا حي بخير للداخل. معليش ما يكون غير خاطرك يا وليدي، عندك الحق. مرات مليحة السرية داخل خير، تعرف الحيوط مودني. يعطيك الصحة. ارفد ارفد الكرسي وروح تريح. يا الله يا كريم، ريح تفضل. هيا تزينب يا ربي. قال خامي مرزوق. ربي يسهل الطريق سليمة شرف. مع الخير عليكم. صباح الخير عباس. مع الخير حميمي، صافا شوية؟ والله لاباس الحمد لله، وأنت؟ الحمد لله يا ربي. قهوة. توت سويت. روح قاسي جيب لنا لي كارواسو، روح. هاي قهوتك يا عباس. صحة حبيبي. صباح الخير عليكم. صباح الخير دبو القاسم. يا عباس، والمسرحية خلصت ولا مازال؟ قريبة دبو القاسم. قال لك حكيم بلي رايحين نلعبوها جاية هاد الأيامات. قال لي قال لي. بصح لازم تكون مليحة. ياو القصص رات صح. صباح الخير. أخير أوليدي أخير. وكتاش تكونوا في دار شباب؟ رانا تما كل يوم، بالصح في الليل. الليل؟ أيا في لمان، صح أنت دابا القاسم؟ حميمي دير لي قهوة الله يعيشك. راني معاك يا عمي بالقاسم، هاي ليك. صحيت صحيت. هي لو كان عندي بنت وليدي، يسبقني بالقاسم. نعطيها لك ولو كان بالسيف عليك. الله يعزك دا المولود، الله يعزك. هو تعرف تخيار، والطفلة الله يبارك لويز، وماليها ناس ملاح ما شاء الله، ما عندك ما تقول. دوك نقول له ويمدها لك بلا مزيدو. ان شاء الله يا دا المولود، ان شاء الله. ان شاء الله. دوك تسمح لي لازم نروح. معليش يا وليدي معليش. دا المولود ما ننساش خيرك، يعطيك الصحة. بلا مزيد يا وليدي. المهم كونك هاني، ديرها فلات. ان شاء الله. هيا بقى على خير دا المولود. في امان الله، ربي سهل يا وليدي. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله.
صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. ما شدكش بزاف؟ حبيت برك قول واش حبيت؟ حبيت اسمحي لي ماشي موالف نهضر مع نساء من برا. معليش بصح قول واش راك حاب قبل ما يشوفونا. صح رحت عند عمي مولود صباح باش يهضر مع باباك. بابا علاش؟ ما قدرش نطول اكثر من هكذا بالك يجوز واحد الخطبه. غلب يا الدرمولي ما نقدرش نمدهالو. قلت لك الطفل كلويز قاري كلام ربي خدام وخبزة ديالو يجيبها بعرق جبينو. واش حبيت فوق هاد الشيء هذايا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. السلامة. انت لو كان ما تدخلشني في هاد الوقت هذا تموت. واش خصك الدرمولي؟ خير ان شاء الله. روح القهوة روح روح قول لحميمي قالك الدرمولي اعطيني قهوة. انت اللي تخلصها؟ انا اللي نخلصها على واحد القهوه روح وبالك تجيبها معاك اشربها لتم. روح لو كان لقيت كل يوم لقاك هكاك ماش. يا عوذ بالله من شعب المصيبه هذا منين جا؟ وانت الطفل لازم تعطيها للولد. لازم تفهمني يا دين مولود ماشي ما حبيتش نعطيها له. وشنو؟ نحلف لك لو كان عندي بنتي ما تسبقني ليه. قلت لك ما تندمش راجل ونص ما كانش مثلو في هاد الشره هادية. ومن كثرة الحشمة جا قصدني أنا باش نهضر معاك. واحد كيما هذا ما تعطيلوش بنتك. لا لا ماشي هكذا يا دار مولود. كيفاش ماشي هكذا؟ لو كان ما جيتش نعز بنتك كثر من بنتي ما نقدمك لهاد الإنسان هذايا. خلاص خلاص دوك نقول لك علاش. علاش؟ سبقوا شعبان. شعبان؟ على هذه اللي راه يحوس عليا باش نرد له الجواب. على هذيك لهاد اليامات كامل كان يحوس عليك. هاد اليامات طلب حورية لوليد عبد الرحمن ما عنده الزهر مسكين. كل حال حتى وليد شعبان ما عندنا ما نقولوا فيه. لو كان جات ليا ما يديها لوليد شعبان لهذا اللي جبته. انا تمنديتها لوليد سالم. يا بنتي لازم تاخذي راي باباك ما يكون لا خاطرو يما. ما شاء الله واش حبيت انا واش حب هو يكون واحد. واش قلتي؟ قلت لك ايه يما. يما انا عم بنتي زعما لو كان يجي واحد يخطبني دوك يقبل بابا؟ ايه بابك خلاص راه رجع لعقلو راه وقابل. واش قلتي لي؟ هو قابل على بالي بلي جداتي قاتلك هي ما تشدش السر قالت لك ياك. واش هضرت يعني جداتها قالت لها يا بنتي انا ما قلت لهاش. كنت نستنى فيك انت ما هتقولي لها. زعما ما قلتي لهاش؟ انا قلت لك ما قلت لهاش ما منتينيش حر يا بنتي اش ما قلت لك؟ بصح فهموني دوكا وشنو هذه قلت لك ما قلت لهاش؟ تعاد هكذا دوك نقول لها حور يا بنتي شوفي شعبان جاي خطبك لوليدو عبد الرحمن. كيفاش؟ ايه
راسي في المحنة يا ولفي، راني شحال نسنا انا معاه رفيق، حتى زمان تكحس رجع ضدي، واش يتمناه قلبي يخرج لي في الضيق. كي كان على بالها بلي جايني خطبوها ما طمعنيش. بالك ما على بالهاش، ويمكن ما راهيش عارفة. سجيك يا بنتي، خلاص دور اخي، كلش بالمكتوب. الله غالب، سبق ليها وليد شعبان. لما قالت لي باباك هضر مع الراجل، ما نقدرش نكسر كلمته. احنا مش نحوسو غير صلاحها والولد، ما عندها ما تخير فيه. والدي راك تعرفهم ناس ملاح. اليوم يفريها لي ايه ولا لا؟ لا روح له للدار وفريها معاه. ما نروحلوش للدار، غدوة تجيو دار شعبان. واش بها هي؟ ما عجباش الحال؟ انت تاني ماشي هكذا، حشمتها. هذا عثمان اللي لعبت الدور تاعو في المسرحية، هو انا. انت بركة ينادوك وانا جدك، حبيتو كيزوجوني به. غدوة نروح معاكم، دوروني وين يسكن بالقاسم. القاسم؟ واش ما قلتليش؟ صوتك ماشي غريب عليا، ماشي. Thank you.